ماذا تعرف عن النازية؟ من المؤكد أنك كثيرا ما تسمع مصطلح النازية، ولكن هل تعلم ما هو تعريف النازية؟ النازية أو ما يطلق عليها الاشتراكية القومية، وهي حركة شمولية تمت بقيادة أدولف هتلر كرئيس للحزب النازي في ألمانيا، وفي قوميتها الشديدة وجاذبيتها الجماهيرية وحكمها الدكتاتوري. اشتركت النازية في العديد من العناصر مع الفاشية الإيطالية، إلا أن النازية أكثر تطرفا في كل من أفكارها وممارساتها، ومن جميع النواحي تقريبا كانت حركة مناهضة للفكر الإلحادي ومؤكدة على إرادة الدكتاتور الكاريزمي كمصدر وحيد للإلهام للشعب والأمة، فضلا عن رؤية لإبادة جميع أعداء أريان فولك بصفته الهدف الوحيد للسياسة النازية. جذور النازية. النازية لها جذور ألمانية غربية يمكن إرجاعها جزئيا إلى التقليد البروسي كما تم تطويره في عهد فريدريك ويليام الأول وفريدريك الكبير وأوتو فون بيسمارك الذي اعتبر الروح القتالية وانضباط الجيش البروسي كنموذج لكل الحياة الفردية والمدنية. أضيف إليها تقليد الرومانسية السياسية مع عدائها الحاد للعقلانية والمبادئ التي تقوم عليها الثورة الفرنسية وتأكيدها على الغريزة والماضي. تم تعزيز هذين التقليدين في وقت لاحق من خلال العشق للعلم وقوانين الطبيعة في القرن التاسع عشر، والتي بدت وكأنها تعمل بشكل مستقل عن جميع مفاهيم الخير والشر. وجاءت التعزيزات الإضافية من شخصيات فكرية من القرن التاسع عشر مثل كونت دي جوبينو وريتشارد واغنر وهيوستن ستيوارت تشامبرلين، وجميعهم أثروا بشكل كبير على النازية المبكرة بمزاعمهم التفوق العرقي والثقافي لشعوب الشمال، أي الشعوب الجرمانية، على جميع الأوروبيين الآخرين وجميع الأجناس الأخرى. لم يكن هذا الإعداد الفكري كافيا لنمو النازية في ألمانيا، لكن هزيمة ذلك البلد في الحرب العالمية الأولى وما ناتج عنها من خيبة أمل وفقر وإحباط مهدت الطريق أمام نجاح الدعاية لهتلر والنازية. وأدت معاهدة فيرساي التسوية الرسمية للحرب العالمية الأولى، تمت صياغتها بدون مشاركة ألمانيا، إلى نفور العديد من الألمان بفرضها تعويضات مالية وإقليمية قاسية. وقد أعطى الاستياء الكبير الذي تم الإعراب عنه تجاه معاهدة السلام هتلر نقطة انطلاق، نظرا لأن الممثلين الألمان الذين وصفهم النازيون بمجرمين نوفمبر وافقوا على وقف الأعمال العدائية ولم يستسلموا دون قيد أو شرط في هدنته 11 نوفمبر 1918. كان هناك شعور واسع النطاق لا سيما في الجيش بأن هزيمة ألمانيا قد تم تدبيرها من قبل الدبلوماسيين في اجتماعات فيرساي منذ البداية. وقد كانت دعاية هتلر للانتقام من هذا العمل الخائن الذي طعن الشعب الألماني في ظهره، وكانت دعوته لإعادة التسلح تحظى بقبول قوي داخل الأوساط العسكرية التي اعتبرت السلام انتكاسة مؤقتة فقط. في برنامج ألمانيا التوسعي، قضى التضخم المدمر للعملة الألمانية في سنة 1923 على مدخرات العديد من أسر الطبقة المتوسطة، وأدى إلى مزيد من الاغتراب العام وعدم الرضا. الفكر النازي. قبل انضمام هتلر، كان الحزب النازي يحمل آراء قومية وعنصرية معادية للسامية. وبعد أن انضم هتلر إلى الحزب، قام بتوسيع وتسويق هذه الأفكار، وقد كان لهتلر نظرة عنصرية للعالم، إذ كان يعتقد أنه يمكن فصل الناس إلى تسلسل هرمي من أعراق مختلفة، حيث تكون بعض الأجناس متفوقة والبعض الآخر أدنى شأنا، كما اعتقد هتلر أن السباق الألماني هو العرق المتفوق، وأطلق على السباق الألماني الآري. اعتبر هتلر والنازيون اليهود أنهم عرق أدنى من الناس، وشرعوا في إضعاف الأعراق الأخرى والسيطرة على العالم، كما اعتقد هتلر أن اليهود كانوا مدمرين بشكل خاص للعرق الألماني ولم يكن لهم أي مكان في ألمانيا النازية. أراد هتلر أيضا تخليص ألمانيا من المعاقين والمثليين والروما والسنتي والأقليات الأخرى التي لا تتناسب مع فكرته عن العرق الآري، ووصف النازيون هذه الجماعات بأنها اجتماعية. كان هتلر قوميا متطرفا ومعتقدا أن العرق الألماني الآري يجب أن يهيمن، وقد سعت سياسته التوسعية إلى المجال الحيوي للشعب الألماني، كما أراد إنشاء جيل من الشباب الآري الذي يتمتع بلياقة بدنية وطاعة تامة من خلال برامج مثل شباب هتلر
وقد كان يعتقد أن هذه السياسات ستوحد ألمانيا وتضمن لها بأن تكون أقوى دولة على وجه الأرض.